تكلمنا مشاهدينا عن أوبريت سدرة الأمل، هذا الأوبريت الجميل اللي قدم على مسرح قصر بيان من أسبوعين برعاية سامية من سمو الأمير عسى الله يحفظه، كان بتنظيم ضيفتنا اليوم الشيخة عزة جابر العلي الصباح، ابنة الرجل الإعلامي الألمع بالكويت، وأيضا هي رئيسة إدارة جمعية السدرة. مشاهدينا خلونا نشوف هذا التقرير وبعدها نعود إلى ضيفتنا. برعاية وحضور حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، أقيمت احتفالية مركز السدرة للرعاية النفسية لمرضى السرطان أوبريت سدرة الأمل، وذلك على مسرح قصر بيان. تتشرف جمعية السدرة للرعاية النفسية لمريضات السرطان بتشريفكم وحضوركم اليوم معنا دعما من سموكم لهذا المشروع الإنساني. ثم تفضل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بتكريم جميع الجهات المشاركة والمساهمة في رعاية المركز، كما تم تقديم هدية تذكارية لسموه حفظه الله ورعاه بهذه المناسبة. بعدها بدأ أوبريت سدرة الأمل. مشاهدينا نرحب بشيخة عزة جابر العلي الصباح رئيس مجلس إدارة جمعية السدرة. صباح الخير وأهلا بك معنا برنامج صباح الخير الكويت، سعداء بتواجدك معنا. الله يسلمك، مشكورين وما قصرتوا وصراحة على هالفرصة هذه، وأنا صراحة أسعد ووايد سعيدة اليوم إن شاء الله معكم. مبارك لكم هذا العمل الرائع، يعني أداء وألحان وكلمة، يعني كل الأمور اجتمعت بعمل رائع قدم اليوم. كيف ابتدت الخطوة الأولى لإنجاز هذا العمل؟ صراحة هذا العمل أو الفكرة بالحقيقة هي بدأت بعد ما بدأ مركز سدرة يشتغل تبين ثماره، فقررنا أن إحنا نشكر صاحب السمو اللي هو أساسا كان الداعم الأساسي لهذا المركز، وبالتالي قلنا إذا إحنا نبي ندعم إذا الأمير دعمنا ونبي نقدم له شكر لهذا الدعم ونبين دوره واهتمامه ببنات وأبناء شعبه. نعم. فبالتالي لازم يكون العمل بقيمة وقدر صاحب السمو. أسأل الله يحفظه. الله يحفظه ويخليه. فبالتالي فكرنا أول شيء قلنا هل نبدي وضعنا عدة أفكار. نعم. بالتالي فكرنا إن منو راعي السدرة؟ السدرة منو راعيها أساساً؟ ماكو، علي. شادي الخليج. نعم. سدرة العشاق. العشاق. نعم. يعني معروفة صحيح. في هذه الفكرة هي اللي جرتها، فاتصلت في العم علي عرضت عليه الفكرة فرحب، وبعدين الحمد لله طبعا بمشاركة وكلمات العم يعقوب السبيعي والموسيقار بعد ما يحتاج الأخ أنور عبد الله، وكذلك المخرج الصراحة الفذ. إذا كان للبيت أعمدة فأعمدة هذا العمل هؤلاء الرجال وهؤلاء الشباب اللي هم قاموا، فيعتبر هذا حلو. العمل عملهم حلو. أم سالم أول شيء حياك الله في برنامجنا وتشرفنا فيك، نشكرك على حضورك المبكر بعد البرنامج لأن الساعة 8 ويأتي قبلها بساعة. أنا خليني نرجع للبداية، شلون كانت الفكرة ورحتي أنت وزملائك في جمعية السدرة وقابلتوا صاحب السمو حتى قال لكم كلمة؟ أي هذا كان تقريبا من سنتين. حلو. الفكره تقدمت فيها الدكتوره شفيقه العوضي، للاسف هي المفروض كانت تكون معانا بس صادتها الزحمه، نوجه لها تحيه. ايه. ان شاء الله تسمع. فيا قعدنا اجتمعنا، كان هذا الاجتماع عندي في البيت، وكانت معانا طبعا الاخت الدكتوره رسل بورسلي والاستاذه الطاف العيسى، كلهم اخوات عزيزات ومجموعه من الناس المصابين بالمرضى
بالمرض، يعني يعتبرون مرضى في ذاك الوقت، أو أكثرهم سيرفايفرز. نعم. اللي هم الحمد لله تشافوا من هذا المرض، فأثاروا الفكرة، فيقول له والله الفكرة وايد حلوة، ويعني ودنا أنها تشوف النور. فقعدنا نفكر شلون وهذا، فبالتالي قلت لهم تعالوا احنا اذا عندنا صاحب السمو، صاحب السمو ما يقصر، وليش احنا نقعد نحتار وندور في الأروقة؟ خلينا نروح حق طويل العمر. فقمنا وخلينا موعد ورحنا حق الشيخ عسى الله يحفظه ويخلي لنا، وعرضنا عليه الفكرة. قلت له طويل العمر انا الحين اقدم لك خيرة يعني بنات الكويت وخيرة من نساء الكويت، والتخصصات واضحة والإنجازات واضحة. فقال ايش عندكم؟ قلنا على طول العمر احنا كذي وكذي، عندنا مريضات سرطان يحتاجون رعاية نفسية، والرعاية النفسية طبعا لها دور كبير في العلاج وكذي، شرحوا له. فبالتالي قال لا اللي تبون سووه، والله وإذا حد يبي علاج نفسي حتى أنا عالجوني. عسى الله يحفظه إن شاء الله. حبيت رأسه، قلت له عسى عمرك طويل بس. اللهم أمين. وقال لكم هالدعم ويلا مثل ما يقولون تم. وطلعنا احنا من سعداء وفرحانين. شيخه كلامه جميل، في رساله جميله يمكن حتى مشاهدنا لاحظها. ايه؟ ان باب الحاكم مفتوح لكل ابناء شعبه. ايه؟ عسى الله يحفظه ويرعاه. فهذا رساله جميله وانعكاس جميل حقيقه، خصوصا انه فاتح بابه ويستقبل المواطنين ويستقبلك انت وزملائك. وبعد بيني وبينك فلسفة الكويت تختلف عن أي دولة. فلسفة تانية. إنسانية. فلسفة إنسانية. إحنا ما عمرها انسلخت الأسرة الحاكمة عن المجتمع الكويتي أو عن أبنائه، أو عن دائما إحنا جزء من المجتمع الكويتي. نعم. وأبواب الشيخ العود عسى الله يحفظه أميرنا دائما مفتوحة، ولا يشاركونهم بالعزيات وبيشاركونهم بالأفراح ويشاركونهم بكل شيء، فدائما ما في هذا الحاجز القوي. الحمد لله. فهمت؟ هذا نوع وايد الحمد لله، هذه نعمة احنا الحمد لله نتميز فيها بالكويت. فالحمد لله طبعا صارت الحين شلون صارت المسؤولية ثقيلة. اكيد. اي الحين لازم عادة تصير قد المسؤولية. الحين انت رحت لكن عطاك الحين الثقل كله، فالحمد لله الله بقدرنا. طبعا بعد سنة أين أصبحت جمعيات السدرة؟ أنا بعرف بلشتوا من سنة تقريبا. لا احنا بعد ما تفضل صاحب السمو وأمر بالدعم وقال يلا انا مع يعني داعمكم، طبعا توجهنا حق الاخ احمد العوضي. نعم. اللي هو مدير مكة الجمعة. حلو. وعرضنا على الفكرة فاخذنا المكان وبدينا يعني نشتغل ترتيب المكان اول شيء، حطينا البرامج، هذا دخلنا في بعض الأحيان يعني لابد من البيروقراطية لأن هذا سير عمل. أكيد. بلا فهمت شيء. ماكو شيء يصير لازم أو المهم ابتدينا السنة هذه كانت أول اللي هي من عقب رمضان تعتبر 2014 مو 2015، هذه كانت انطلاقتنا. حلو. أول إيفنت أول سوينا احتفال كان وقت اليوم العالمي للسرطان الثدي اللي هو كان في شهر 11. نعم. فسوينا ايفنت كبير كان في احنا ما توقعنا انه بيصير كبير الصراحه. احنا سوينا محاضره يبنى سيرفايفر، واحده كانت مريضه متشافيه من المرض ويبنى الدكتور فيصل يعطي محاضره، كان المفروض الحضور 200 حضروا 400. ما شاء الله. اي من الناس كلها يعني الاويرنس على قولتهم او عمليه التوعيه. نعم. الناس تبي تعرف، الناس الاهتمام ويبون يشاركون ويبون يقدمون. وطبعا هذه المحاضره صراحه لفتت نظرنا يعني انه اوكي يعني في تجاوب هالشكل. نعم. فكان هذه بدايه اول انطلاقه. حلو. واول شيء طبعا شاركنا في كثير من العديد الانشطه بس اخر شيء ركزنا على الاوبريت لان عاد لازم نبين حق طويل العمر ان انت عطيتنا الرساله وان شاء الله احنا نقول قدها. اكيد انتم قدها ان شاء الله. ونبي احنا مو بس احنا اللي نحتفل، يحتفلون عياله. نعم. وشعبه وكله. اكيد. وما قصروا. لا ما قصروا، انتم تستاهلون. يعني قابلتوا صاحب السمو قبل انطلاقه. ايه؟ اوبريت السدره. ايه؟ بعد الاوبريت قابلتوا بعد سيدي صاحب السمو صلى الله عليه وسلم، شنو قال لكم؟ الصراحه ما قابلت الشيخ عقب ما السدره لانه طويل العمر كان يوم السدره يعني سمو ولي عهد السعوديه. نعم. وبعدين عقبها رحله
رحلة أمريكا حق كامب ديفيد. عسى الله يحفظك. فبهالفترة هذه ما قابلناه بس قابلت. قال لنا وهو طالع قال لنا تشكروني ليش؟ أنا اللي لازم أشكركم لما قدمنا الإهداء اللي الله خير حافظ إن الله يحفظك. فطبعا قابلتوه بنفس الأوبريت؟ بنفس الأوبريت. لا الأوبريت هو نازل يقول لي حتى يقول أنتوا تشكروني إيش حق؟ أنا اللي المفروض أشكركم على هالعمل. لا والله طويل العمر لو ما أنت كان ما قدرنا نسوي شيء. أكيد. لا يعني أوصى الله يحفظ. يكفي أن يعني سيدي أفعاله هذه تحكس واقعنا. أيضا هو حظي بلقب قائد العمل الإنساني. صح. وهذا تكريم عالمي. صح. أممي غير مسبوق. فعسى الله يحفظه كيف لا وأنتم يعني أبناء الكويت وديدا أهل الكويت. صح. أبانا وأجدادنا هو الأعمال الإنسانية والخير. صح. فقواكم الله مسالم. لا والله مشكور وما قصرت والله يقدر الكويت ترى والكويت فيها وايد ناس. أكيد. قاعدين يشتغلون ويقدمون الأعمال الخيرية يعني وأيادي بيضاء كبيرة فهمت قاعدة تشتغل الحمد لله الكويت كويت ديرة خير الحمد لله. والحمد لله وإذا الناس إذا المجتمع الدولي قاعد يقول إن أميرنا أمير إنساني هذا واقع. أكيد. على المستوى الدولي لكن كذلك على المستوى المحلي يد بيضاء في شتى المجالات. أكيد. فالمفروض بعد إن الناس تعرف. نعم. الحمد لله. إيه وهم لو أنهم ما يبون أحد يعرف بس احنا نبي الناس تعرف. شيخ عزة ذكرتي قبل قليل عن جمعية السدرة وتحدثنا عنها ذكرتي الأيادي البيضاء. أنا بعرف أنه اليوم أنتم بتتابعوا 400 مريض. أكيد متابعة 400 مريض ليس بالأمر البسيط بحاجة أيضا إلى متطوعين. صح. كم عدد المتطوعين صراحة عندكم؟ أنتم بحاجة إلى متطوعين أكثر؟ إيه إلى الآن الصراحة عندنا متطوعات اثنتين. احنا نعتبر كل القائمين على العمل تطوعي يعني دكتورة شفيقة اللي هي رئيسة المركز ترى تطوعي ترى دكتورة شفيقة السي في مالها والأعمال اللي تقوم فيها يعني رئيسة العلاج الكيمائي رئيسة علاج مركز العلاج السرطان الثدي. نعم. كذلك أستاذ في جامعة الكويت يعني لها يعني وقتها ثمين فهذا رئاستها لمركز السدرة عمل تطوعي تقوم فيه تطوعي تطوعي إيه كذلك كانت معنا ولا تزال الأخت دكتورة رسل البورسلي استشاري نفسي في كذلك تطوعي عملها. نعم. عندنا متطوعات هدى العجيل والأخت سعاد المانع هم متطوعات يعني بس العمل التطوعي غير كافي. نعم أكيد نبي ناس تأخذين الديمومة يعني ناس موظفات فهذا الحمد لله بيننا احنا بيننا وبين وزاره الصحه اتفاقيه من خلالها عندنا معالجين نفسيين. الامل اللي احنا نرنو له ان شاء الله المركز يكون اكبر من كذي ان شاء الله والاقبال يكون اكبر من كذي وهذا املنا واحنا الحين قاعدين ان شاء الله نسعي وحصلنا مثل ما يقولون على الجرين لايت ان نكبر المركز. نعم. المركز حتى الأوبريت كان في جانب تطوعي كبير. أي طبعاً. صحيح؟ طبعاً وهو الأوبريت كعمل طبعاً هذا قامت فيه جمعية السدرة لكن عندك مشاركة الأعمدة اللي هما العم علي والعم يعقوب السبيعي والأخ أنور عبد الله والأخ عبد الله عبد الرسول مخرج. هذا كان تطوعاً منهم تطوعاً كلهم اي تطوعوا أربعة أشهر واحنا يعني مؤمنين لما ياو عندنا وقالوا ان انتم شلون هالعمل بتسوونه وكذي قلنا احنا عمل تطوعي تقول بعد اذا العمل بهالحجم يعني الانساني هالكثر انسانيه هذا العمل بعد احنا بعد لازم نتطوع بعد اولادنا احنا نتطوع بهذا العمل اي فالحمد لله ما قصروا وابدعوا ابدعوا زين قدمتوا أوبريت جميل أوبريت سدرة الامل وهذا يحسب لجمعية السدرة شنو ممكن تقدمون في المستقبل القريب؟ والله صراحة إلى الآن إحنا كان هدفنا الأساسي وهذا قاعد نشتغل عليه ترى من متى من شهر 10 ما شاء الله إيه 10 يعني عقب العيد عيد الأضحى وإحنا بدينا فكان أملنا إن إحنا نطلع على الناس وخصوصاً قلت لك أنا المسؤولية اللي أعطانا إياها الشيخ أتعبتنا شيء ثقيل يعني لازم تتقدم شيء بحجم المسؤولية اللي أعطاك إياها صاحب السمو مو شنو يعني شيء مسؤولية كبيرة مسؤولية كبيرة لازم فقعدنا نفكر فوصلنا إحنا تونا مخلصين من الأوبريت قاعدين نفكر في توزيع المركز فهمت شلون وتقديم الخدا وسعت المركز تصير استيعابك للناس أكثر حلو وبعد الشيء ثاني والوصول إلى المجتمع تمهيد إن الناس تتقبل تيي هذا احنا معاناة لقيناها
كانت ما في تقبل الفكرة يعني. لما قمنا نسوي الإيفنتس ولما قامت ألطاف الأخت ألطاف مشكورة تروح لهم فوق, تروح لهم في الأجنحة ما شاء الله, أي وتقول لهم تعالوا, صار في تقبل شيخة الحين؟ لا الحمد لله الحين عندنا تقبل, عندنا 400 نعمة ما شاء الله. أول كلها ما كانوا كويتيين, كويتيين أقلية كانوا, لكن الحين الحمد لله ارتفع الكويتيين طبعا التركيز دائما على العامل النفسي لهذا المطهر. وهذا عامل مهم ترى. لا وبعدين كانت معانا أول ما بدينا عشان تعرف شلون هالناس تفكر, والحمد لله وإحنا كذلك بالكويت عندنا وايد ناس صراحة. كانت معانا مرت السفير الأمريكي الأسبق, كانت على طول معنا بالمركز, كانت مريضة أعتقد, هي كانت متشافية متشافية. فكانت تدعمهم وتعطيهم خبرتها وتجربتها, وزارنا كذلك السفير البريطاني وأبدى صراحة إعجابه بالفكرة وبالعمل. فبالتالي طبعا عندنا الانترناشنال ليج للسيدات, الحين الحمد لله عندنا الكويتيات بدوا يتقبلون وقاعد يجونا ما شاء الله. ايه اذا كان المريض كثير تعبان بتروحوا لعنده؟ يروح له, تروحوا لعنده. ايه لا زال شيخه عفوا يعني المقاطعه, لا زال مجتمعنا يحتاج الى توعيه اكثر واكثر عشان يزور او لا زال ليه الحين احنا قعدنا مع وايد ناس والحمد لله يعني الصراحة مثل للحين مو متقبلين. بس شو لمست الحاجز؟ شو سبب الحاجز؟ مو يعني طريقة التفكير, طريقة التفكير عدم تقبل المرض. ترى احنا انه يعني شلون بي وبروح الحين؟ لا صاروا يون, صاروا يون تشوفونهم يقعدون, خصوصا فكرة انه احنا منطقة مكاننا مني مكي جمعة وهني شيخة بدرية, فاحنا بالوسط بالنص, فحتى اللي بتي تاخذ كيمو كانت تقعد عندنا اوكي ترتاح, فتلاقي الأخصائيات يسولفون معاها يحاجونها, تشوف الناس اللي متشافية, فصار عندنا الحمد لله. قمنا لما نسوي أي مجال يعني أي إيفنت نلاقي لا تجاوب كويتيين ما شاء الله. حلو. كويتيين ومقيمين, إحنا ما عندنا تفرقة, هذا مرض عند بالكويت ما عندنا تفرقة بس أكيد. إيه خصوصا أنه يكون عمل هذا إنساني, عمل إنساني المقيم والكويت على حد السواء, ما عندنا تفرقة. بس أول شيء عانينا مع طريقة التقبل الفكرة في المجتمع الكويتي. نعم دكتور, يعني شيخة دكتورة هذا كلهم الدكتورات اللي موجودة تطوعي وياكم؟ تطوعي ما شاء الله. شلون يسقون بين دوامهم؟ الله يعطيهم شلون جهد والله جهد. وعندكم بعد المتطوعات الأستاذة هدى العجيل وسعاد المانع, متطوعات يجون بروحهم تصور يعني يجون يداومون. نوجه لهم تحية حقيقة. أيوة والله مو شيء سهل ترى, مو سهل لما تقعد وتشوف المعاناة يعني. أنا بس بدي أسأل عن التعاون بينكم وبين الجهات الأخرى, هل في أي تعاون بينكم وبين جهات حكومية أخرى؟ إحنا مع وزارة الصحة, هم يحولون لنا المرضى. نعم. وهم معطينا بعد المعالجين النفسيين, لأن إحنا لابد إنه ويقدمون لنا وايد خدمات, يعني نعتبر إحنا وضعنا بين وزارة الشؤون ووزارة الصحة, والحمد لله لسمو الهدف كلهم قاعدين ما يقصرون. ما تحد من طموحكم كجمعية؟ لا والله البيروقراطية الحكومية صح. لا القوم. بدايتها صراحة شيخة. لا أنا صريحة وصريحة, وعلى قول لأن إحنا بدينا, قال صاحب السمو عسى الله يعطي له صحة ويعافي ويحفظه, قال لنا تحت مظلة وزارة الصحة, هو قالها كذي, أبيكم تكونون تحت مظلة وزارة الصحة. وهذا يعكس ما شاء الله نظرته الثاقبة, يعني يعطيك قيمة, فهمت؟ أكيد. فبالتالي صرنا تحت مظلة الصحة. نعم. وخذينا المكان. وزارة الصحة نفسهم قالوا سووا اتفاقية بيننا وبينكم, وأنتوا سيروا جمعية نفع عام تحت وزارة الشؤون أسهل لكم. حلو. هم اللي قالوا, فهمت شلون يعني؟ هم شوف شلون الناس تعاونك يعني. فوالله بس الله يقويك. أي والله. وصارت عندنا وقمنا وتحولنا وبسهولة. وانت يمكن لاحظتوا من خلال تكريم الشخصيات اللي قام الشيخ كرمها, هذه الشخصيات هي نقاط مضيئة كانت في رحلتنا إلى إنشاء, من بداية إلى إنشاء من البداية لسدرة العمل. دكتور هلال وايد ماني قايلة يعني أكثرهم كانوا في وزارة الصحة وزارة الشؤون. هذا هل في أي شيء بتحب تضيفي في نهاية اللقاء؟ والله أنا أشكركم على إتاحة هذه الفرصة, إنكم الهدف الأساسي يعني صراحة تلفزيون الكويت ما قصر. اي لا لازم نمدحه, ما يصير يعني الأخ سعود المطيري ما قصر, المخرج وكل المخرجين واليونا وايد من على راسهم الصراحة, ومو على راسهم يعني على راس الهرم مثل ما يقولون الأخ بصباح. اي لأنه هو اللي قال لنا
جو أهيد، احنا دائما نعين ونعاون في العمل التطوعي، هذا ايام الاوبريت. فبالتالي دورهم واضح وبسمتهم واضحه من مخرجين ومصورين، يعني اسره تلفزيون الكويت وزاره الاعلام ووزاره الاعلام، علشان ما نقول واحد يزعل يقول ما ذكروني كلهم. اكيد متفاعله بكل قطاعات الاذاعه. اي لا طبعا هذا. وبعدين هم احنا دائما نقول ان احنا نبي نبين حق الناس ونبي نوصل حق الناس، هم يعتبر هذا اللقاء فرصه منا ان احنا نوصل هالرساله حق الناس وندعوهم كلهم تفضلوا وقعدوا اشربوا عندنا استكانه شاي، والعيل لكم اوسع من المكان. الله يقويك ان شاء الله. الله يسلمك. بتمنى تكون وصلت الرساله. وعندكم موقع على الانستغرام رح نشوفه بعد قليل مع المشاهدين، اللي عنده اي استفسار يمكن توجيه استفساره على الموقع الانستغرام الموجود مشاهدينا اسفل الشاشه. شيخه عزه جابر العلي صباح، شكرا لك على حضورك، شرفتينا ونورتينا ببرنامج صباح خير. شكرا، مشكورين. ويعني انا عز عن الشكر، بس عندي أمنية لم تتحقق صغيرة، وهي الدكتورة شفيقة ما كانت معاي. إن شاء الله. لأن صراحة دكتورة شفيقة صاحبة الفكرة، وهي اللي قايمة على إدارة المركز رقم إنه وقتها جدا ثمين وقيم. نوجه لها تحية. شيخة عزة مدحك وقالت كلام جدا جميل، وأنت تستاهلين كل الشكر لك. صايدتها الزحمة، قلتوا ليش؟ صايدتها الزحمة. الله يحفظها إن شاء الله. كل الشكر لك أم سالم. الله يسلمك. شيخة عزة جابر لكم أنتم. العلي الصباح رئيس مجلس إدارة جمعية السدرة. ننتقل. شيخة عزة أنا بدي ضيف. ننتقل إلى الزميل نجيب القحطاني. صباح الخير نجيب. صباح